مصالح أمن ولاية ورقلة تشارك اليوم في الحملة التحسيسية للوقاية من حوادث المرور، والمنظمة من قبل مديرية الشباب والرياضة وتحت رعاية السيد والي الولاية. هذه الحملة التي نظمت على مستوى المحطة البرية، مقر المحطة البرية لنقل المسافرين، جاءت نظرا لتسجيل الولاية يعني عدد هام من حوادث المرور. كانت موجهة قلنا هذه الحملة لسواق وسائل النقل العمومي للأشخاص وكذا المسافرين، أين تم تحسيسهم على ضرورة احترام قواعد المرور، قانون المرور، واحترام قواعد السلامة المرورية. والحوادث المرور في ورقلة مؤخرا بل في بداية السنة هذه كانت حوادث مميتة، يعني في شهرين سجلنا 10 وفيات وحوالي 41 إصابة، يعني جروح مختلفة، وهذه الحصيلة تسجلت من جراء الأسباب اللي كانت حادثة مرور، اللي هي مشت الحافلات النقل، وحافلات النقل هذه يعني مسافات طويلة، يعني كاين نتاع واهر حاسم سعود، كاين حاسم سعود سوق هراس، كاين من ورقلة إلى حاسم سعود، يعني هذه اللي طلعت الحصيلة في الحقيقة.